روح القدس الإله الواحد أمين. احنا في آخر إصحاح 12 من إنجيل يوحنا. إصحاح 12 ابتدى بسبت العازر أو بقصة الوليمة اللي كانت معمولة في بيت العازر ومريم اللي خدت طيب ودهنت بيه رجلين المسيح، وبعد كده قصة حد الشعانين حد الزعف، وبعد كده دار حوار طويل بين المسيح له المجد واليهود من خلال التلاميذ لما جم جماعة من اليونانيين عاوزين يشوفوا ربنا، وبدأ يكلمهم عن ساعة صليبه، ووسط كلامه كلم الآب والسماء ردت عليه، وبعدين كلمهم عن النور الحقيقي. ويوحنا ذكر لنا نبوة أشعية عن عند اليهود ورفضهم المسيح للآخر، وانتهينا في آخر الإصحاح، هقرأ لكم الجزء الأخير بس من أول عدد 44. فنادى يسوع وقال: الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي أرسلني، والذي يراني يرى الذي أرسلني. أنا قد جئت نورا إلى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة. وإن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا أدينه، لأني لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم. من رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه. الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير. لو تفتكروا احنا وقفنا عند الحتة دي أظن، وقلنا ان السيد المسيح مش غرض يدين البشر، يعني يكونوا جه على الأرض وقال كلام وعمل معجزات وفي الآخر قدم نفسه ذبيحة واتصلب وقام. كل العمل المسيح ما كانش غرضه أن يحكم على ناس بالهلاك ويحكم على الناس بالأبدية، هو عاوز الكل يبصر. لكن فهنا ده المعنى اللي يقصده: أنا لا أدينه لأني لم آتي لأدين العالم. لكن هو في موضع آخر في يوحنا 5 قال أن الآب أعطى الإبن كل الدينونة، وأن الحكم والدينونة كلها في يد الإبن اللي هو المسيح نفسه. هنا ما فيش تناقض، هنا المسيح هو الديان الحقيقي في آخر الأيام، لكن وهو بيتكلم هنا في الموقف ده بيقول أنا مش عاوز أدين حد، لكن الكلام اللي بقوله والناس مش بتقبله هو اللي هيدينهم. وكأنه يعني عاوز يقول لنا أن كل واحد فينا هو اللي هيدين نفسه أو هيحكم على نفسه، يعني ربنا مش هيحكم على الناس بالهلاك أو بالأبدية بقدر ما يحكم كل واحد فينا على نفسه. إن كان قبل كلام ربنا وعاش في النور هيدخل السماء، إن رفض كلام ربنا الكلام اللي رفضه هيحكم عليه في اليوم الأخير. ويبقى ربنا يعني لا يحب الدينونة أو لا يحب أن يدين أحد، وإن كان هو الديان الحقيقي. الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير، لأني لم أتكلم من نفسي لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا أتكلم. احنا برضو قلنا ان السيد المسيح في مواقف يتكلم انه هو يعرف كل شيء وكل ما يقوله يقوله من ذاته، وهو الأول والآخر، وهو الخالق والديان في نفس الوقت، ودي كلام واضح جدا عن كونه إله. وفي مواقف أخرى عشان ما نفصلوش عن الآب السماوي يرجع ينسب كل الصفات دي لله الآب. فهنا بيقول الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول وماذا أتكلم، يقصد أن الكلام اللي بيقوله هو نفس الكلام اللي الآب بيقوله، أو الكلام اللي بيقوله الإبن موافق جدا لإرادة الآب. عشان يوضح لهم يعني إيه آب وإبن، الاثنين جوهر واحد طبيعة واحدة لكن في تميز في الأقانيم. فالابن مولود من الآب قبل كل الدهور، أتى إلى العالم يقدم لنا الحياة الأبدية من خلال الإيمان به
وكل اللي بيعمله ده موافق ومتمم لمشيئة الآب. الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية، ماذا أقول وماذا أتكلم، وأنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية. لما يجي لنا المسيح له المجد على الأرض ويقول لنا السماء ادخلها ازاي، الحقيقة احنا بقينا في موقف هايل، ان احنا عرفنا بوضوح صاحب الأبدية بيقول لنا سكة الأبدية ازاي، ويقول لنا ان الوصية مثلا حبوا بعضكم بعضا، امنوا بالمسيح، عيشوا حياة مقدسة، اتعمدوا، اتناولوا، كل الحاجات الوصايا اللي احنا سمعناها. هذه الوصايا انا اعلم ان وصيته حياة أبدية. الموضوع ده الحقيقة مع بساطته في منتهى الأهمية. زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، لو واحد بيقول لك السكة دي هي اللي توصل في للمكان اللي انت عاوزه، حاسب لحسن تدخل يمين او تدخل شمال فتطلع برا السكة، ده انت تشكره لانه بيقول لك الطريق المظبوط. وصية ربنا نقدر نسميها معالم الطريق للأبدية. عشان كده من يتغافل عن وصية ربنا معرض جدا انه يضل الطريق. واحد مثلا مش مهتم بوصية لا تدينوا لكي لا تدانوا، وجايب سيرة الناس وعمال يدين في الناس. الوصية دي حياة أبدية، خليك حريص عليها، لأنك لو وقعت في الإدانة وعشت الدين الناس أنت ضيعت السكة منك، أنت ضيعت الأبدية. واحد يقول زي ما عملوا فيا هعمل فيهم، ولازم أنتقم لنفسي، ولازم أكره، ولازم أحقد. طب الوصية بتقول غير كده، بتقول حبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم كي تكونوا أولاد أبيكم. الوصية دي حياة أبدية، يعني لو مشيت فيها انت ماشي في سكة الأبدية، لو حدت عنها انت ضليت الطريق وضيعت الأبدية من ايدك. فالسيد المسيح بيعلن لنا ببساطة انا اعلم ان وصيته، وصية الآب اللي هي طبعا وصية المسيح، لان المسيح سبق ووصانا وقال اللي انا بقوله ده هو اللي الآب عاوز يقوله. انا اعلم ان وصيته هي حياة أبدية، فما أتكلم أنا به فكما قال لي الآب هكذا أتكلم. لئلا يظن أحد أن المسيح مخالف للآب في الطبيعة أو في المشيئة، لا، المسيح له المجد، هو الإله الحق من الإله الحق، طبيعة واحدة وجوهر واحد في كل شيء. أنا أعلم أن وصيته حياة أبدية. من إصحاح 13 لإصحاح 17، دول خمس إصحاحات، 13 و14 و15 و16 و17. الإصحاحات دي كلها، يعني خمس إصحاحات كاملين، حوار بين المسيح والتلاميذ ينتهي بصلاة المسيح له المجد للآب. كل ده حصل في يوم واحد، يوم خميس العهد. وهنا إنجيل يوحنا الإنجيل الوحيد اللي انشغل بذكر أحداث هذا اليوم أو الحوارات اللي دارت في العلية بين المسيح وتلاميذه بدقة شديدة عشان أهميته. ليلة صليب السيد المسيح، المسيح قال أسرار كتيرة واتكلم كلام مهم جدا عما ستكون عليه البشرية بعد الصليب والقيامة. الكلام ده موجود في إصحاحات 13 و14 و15 و16 و17 في إنجيل يوحنا. إحنا في الطقس القبطي نقرأ الإصحاحات دي إمتى؟ ليلة الجمعة العظيمة، يعني بنقراها في موقعها في مناسبتها فعلا. ونسمي الإصحاحات دي إصحاحات الباراكليت. كلمة باراكليت يعني الروح المعزي أو الروح القدس. ليه بنسميها إصحاحات الباراكليت؟ لأن ده أهم جزء المسيح اتكلم فيه عن الروح القدس. يعني الكلام عن الروح القدس قبل كده كان كلام قليل قوي، فما كانش حد فاهم ايه الروح القدس ده وهيعمل ايه بالظبط، ويعني ايه واحد من الثالوث الأقدس، وايه روح الله اللي هيسكن فينا. والموضوع ده كان يعني محدش اهتم بيه. الليلة دي السيد المسيح قال لهم انا مش هسيبكم يتامى، انا ماشي صحيح بس بعت لكم المعزي مكان.
وفرحتكم لو انا مشيت وجالكم المعزي، وهو اللي هيفكركم بكل حاجة وهيقول لكم كل الكلام المهم وهيعرفكم كل اللي تعملوه. كل الكلام ده قاله المسيح ليلة صليبه يوم خميس العهد. فإصحاح 13 هيبدأ يشرح إيه اللي حصل يوم خميس العهد، اللي هو غسل أرجل التلاميذ، وبعدين تأسيس سر التناول، وبعدين الحوارات اللي دارت بعد كده. أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. ده هنا يوحنا حاطط مقدمة بس لكل اللي هيحصل. أولا راجع معاكم طقس عيد الفصح تاني عشان نعرف ترتيب الأحداث. لغاية الوقت ده ما كانش خروف الفصح اتذبح. احنا قلنا حسب الطقس اليهودي اللي لسه ساري لغاية النهاردة واللي عاش فيه المسيح، يوم حد الزعف كان يوم دخول كل أسرة بخروف من باب أورشليم ويربطوه في البيت ويحطوه 4 أيام يعلفوه عشان يذبحوه يوم الفصح. ده طقس كانت تعمله كل أسرة يهودية. فيوم حد الزعف دخل المسيح كخروف أو كحمل، كل أسرة البشرية بتشده عشان تحبسه الأسبوع ده أو الكام يوم دول في أورشليم، أسبوع الآلام، عشان يذبحوه في الآخر. وبعد كده بيذبحوه بطريقة معينة بعد ما يعملوا قعدة وليمة كده ويقروا فيها قرايات خاصة من العهد القديم، ولما يجوا ياكلوه ياكلوه على أعشاب مرة ورابطين المناطق بتاعتهم وحاطين مصابيح بشكل معين، كل ده عشان يفتكروا ليلة ما خرجوا من أرض مصر، ليلة الفصح الأول لما ذبحوا الخروف ورشوا الدم وعد الملاك المهلك لم يهلك أبكار إسرائيل ولكن أهلك أبكار مصر. فالسيد المسيح ليلة الفصح، الكلام ده بقى ليلة الفصح، فبيقول قبل عيد الفصح، والأسبوع كله اسمه أسبوع الفصح لكن هو ليلة ما يذبحوا الخروف، وهو عالم أن ساعته قد جاءت، وهو الحمل الوحيد الحقيقي اللي عارف أنه الساعة قربت خلاص، العد التنازلي بدأ، بيعدوا عليه الساعات عشان خلاص هيتذبح. والمرة دي بقى مش هيتذبح خروف عادي زي ما بقالهم 1000 سنة بيذبحوا كل سنة خروف، ده هيتذبح الحمل الحقيقي. أصل القصة كلها كل اللي فات ده كان رموز، عشان كده احنا ما عندناش خلاص ذبيحة بالمعنى غير المسيح دلوقتي، ما عندناش الفصح نذبح خروف. ليه؟ لأن المسيح هو الفصح خلاص، هو الذبيحة. اللي عاوز يذبح بقى ويوزع للفقراء ده معنى تاني. وهو عالم أن ساعته قد جاءت، يعني السيد المسيح مشغول جدا في اللحظات دي بانتظار الساعة، عارف أنه داخل على الذبح، لينتقل من هذا العالم إلى الآب. وخلي بالكم من التعبير ده لينتقل. ليه؟ الحقيقة السيد المسيح محتار نقول عليه مات، هو مات فعلا، بس الموت ما يغلبش المسيح لأن المسيح كإله، فنقول عليه لينتقل لأنه دخل إلى العالم وخرج من العالم كإله. هو الموت ما يغلبوش، يعني احنا بنقول له قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا، يعني هو اتصلب ومات، لكن هو كإله الموت ما يغلبوش. فهنا يوحنا بيستخدم اللفظة اللي احنا بقينا نستخدمها على كل واحد فينا بعد كده، ليس موت لعبيدك بل هو انتقال. المسيح بيتنقل من الأرض للسماء بعد الصليب، أو بينتقل من هذا العالم ليكون موضعه الدائم في عن يمين أبيه. صحيح الكلام ده ما يلغيش أن لاهوت المسيح كإله، المسيح كإله موجود في كل مكان وفي كل زمان، لكن المسيح المنظور قدام عينينا كإله متجسد هو موجود في العالم حتى اللحظة اللي كان بيتكلم فيها، لكن عارف أنه بعد صليبه هيبقى مستقره في السماء عن يمين الآب. فالسيد المسيح اللي هيعمله ده مبني على الخلفية دي، أولا أنه مزمع أن يموت فضل ساعات ويتذبح أو يصلب، يعني أنه بالصليب هيطلع بعد كده من الصليب بالقيامة ليكون موضعه عن يمين الآب إلى الأبد. نمرة 3 الخلفية الثالثة للكلام اللي لسه هيقوله،
إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. يعني في ثلاث حاجات شغلة ربنا يسوع المسيح في الليلة دي أو في اليوم ده قبل ما يعمل أي حاجة وقبل ما يتكلم. الحاجات دي مهمة عشان نفهم هيقول إيه بعد كده. أولا ساعته قد جاءت، فخلاص قاعد مع التلاميذ القعدة الوداعية، وبالتالي ليها قيمتها في كل كلمة هيقولها وهو بيسلمهم الكنيسة وبيراجع معهم كل المبادئ الروحية، لأن ساعته قد جاءت. فينتقل من هذا العالم إلى الآب، هيرجع تاني المجد الإلهي ويترك العالم بالمعنى الحسي الحرفي، يصعد للسماء. ثالث نقطة، أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. وهو بيتكلم أو هو هيغسل رجلين تلاميذه دلوقتي، في حاجة مهمة جواه لازم نفهمها، أنه يحب خاصته الذين في العالم، يعني بيحب البشر، خاصته هنا كل البشر وبالأخص المجتمع اللي جه ليه. وهذا الحب إلى المنتهى. إلى المنتهى يعني إيه؟ يعني بلا حدود بلا نهاية، حب لا يعرف حد لا يعرف نهاية. عشان كده هو داخل يتصلب عشانهم ويعمل أي حاجة عشانهم، حتى أن هما ما يستهلوش، وعلى الصليب هيصلي عشانهم عشان ربنا يسامحهم. حب إلى المنتهى، حب بلا حدود، وده اللي هيفسر لنا اللي هيحصل دلوقتي. لأن لما نيجي نتكلم إزاي المسيح الإله يقعد تحت رجلين بشر ويغسل رجليهم، دي محدش يقبلها أبدا. ده إله، ده خالق الكل، ده أكبر من أي حاجة، ده غير محدود، ده عظيم جدا. إيه اللي يخليه يعمل كده؟ فعشان نفهم اللي هيحصل، يوحنا بيحط لنا المقدمة دي، يقول لنا ما تنسوش إن الساعات دي خلاص الساعات الأخيرة، وهو عارف إنه خلص المأمورية وهيرجع للآب، والمشاعر جواه مشاعر حب بلا حدود. إذ كان قد أحب خاصته أحبهم إلى المنتهى، حين كان العشاء قام وخلع ثيابه وأخذ منشفة واتزر بها وبدأ طقس غسيل الأرجل. حاجتين هيتعملوا دلوقتي، طقس غسيل الأرجل، المسيح هيقعد تحت رجلين تلاميذ يغسلهم، ودي كانت أول مرة غالبا، لأنه واضح من تردد بطرس وغيره أنه يعني كانت غريبة عليهم وصعبة عليهم نفسيا قوي، أن كبرهم وعظمهم المسيح له المجد يعمل كده. وبعدها هيأسس سر التناول، هيقول لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي. برضو في ناس تقول يعني إيه ربنا يدينا جسده؟ أي أب فينا أو أم فينا مهما تعب وحب ولاده يديهم إيه؟ كبرها قوي وكترها قوي انه يموت عشانهم، يقول لك انا عشت عشان ولادي، انا حوشت كل تعبي عشانهم، انا مستعد افديهم بعمري. كويس، او المسيح عملها دي، دي المسيح عمل، لكن ده عمل اكتر منها اللي محدش فينا يقدر عملها، انه يحول حياته وجسده الى طعام ناكله فنحيا نحن ويموت هو. فاهمين المعنى؟ خلفيتها ايه دي؟ فلسفتها ايه؟ إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. محدش فينا يقدر يقول على نفسه أنه بيحب أولاده بهذه الدرجة، محدش فينا يقدر يعمل دي لأولاده، أنه يعطي جسده ذبيحة ويبقى حياته مقدمة أكل وشرب لأولاده يعيشوا بيه فيموت هو لنحيا نحن. هذه معناها. فعشان كده يوحنا بيقول ما تستغربوش من اللي هيحصل، ده دي الليلة الأخيرة اللي فيها كل مشاعر الحب الغير محدود من المسيح للبشرية. هو جالنا هو على الأرض وعاش وسطينا وقرر يفدينا ويقدم كل حياته لينا، وقبل ما يسيبنا عاوز يسيب لنا عربون الحياة الأبدية، يسيب لنا حياته أكل وشرب، يسيب لنا جسده ودمه لكي نحيا بهما إلى الأبد. مش هتتفهم بره الحب، مش هتتفهم ابدا الا لما نعرف الثلاثي اللي قاله، واحد عالم ان ساعته قد جاءت، اثنين ينتقل من العالم الى الاب،
ثلاثة أحب خاصته إلى المنتهى. دول الأبعاد اللي يخلونا نفهم ليه المسيح عمل كده، ليه المسيح قعد تحت رجلين تلاميذه يغسلهم، ليه المسيح يقدم جسده ودمه بشكل سري ويقول خذوا كلوا هذا هو جسدي، خذوا اشربوا هذا هو دمي، اصنعوا هذا لذكري، من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا بي إلى الأبد. يبقى عشان نفهم ايه اللي المسيح بيعمله لازم نستوعب ده، ان ساعة الصليب جت وانه مكانه الطبيعي في السماء في العظمة عن يمين الآب، وانه محبته لنا كبشر محبة بلا حدود الى المنتهى، وقد جعلنا من خاصته. خاصته يعني ايه؟ يعني بقينا من عيلته، بقينا اهل بيته، بقينا اولاده. من امتى يا رب؟ لما جه خد طبعنا البشري وبقى واحد مننا، فبقى المسيح واحد مننا وبقينا احنا بقيت عيلته. قبل كده ما نقدرش نقول خاصته، ليه؟ هو طبيعة إلهية هو في حاله، وإحنا طبيعة بشرية في حالنا. لكن المسيح يتجسد وجن على الأرض كإنسان، شاركنا طبعنا فبقينا خاصته، بقينا قريبه، نسبنا يعني بقينا أصحاب نسب، لأنه بقى واحد مننا كبشر. حين كان العشاء، قصاد ده كله، قصاد الجمال ده كله، الاستعداد للصليب والاستعداد للمجد الإلهي والحب الغير محدود، في مصيبة بتحصل. الوجه الآخر من الحقيقة، الوجه المظلم جدا، يعني الوجه الأولاني بتاع نعمة ربنا بلا حدود، حب بلا حدود، فداء لا يتصوره إنسان، دخول لأبدية ومجد عظيم. قصادها ايه؟ عالم الشر ممثل في الشيطان وتلميذه الخصوصي يهوذا الاسخريوطي. قدام هذا الحب الفائق والاستعداد للذبح والمثاليه الغير معقوله اللي ما قدرش انسان يوصل لها قبل كده، قصادها ايه الناحيه الثانيه؟ حين كان العشاء وقد القى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الاسخريوطي ان يسلمه. يعني كأن يوحنا بيعمل لنا كونتراست بين مشاعر المسيح وهو قاعد وسط تلاميذه بيبص لهم بمنتهى الحب عشان بيودعهم، وهو داخل بعد ساعات على الصليب وعارف ان ده طريق المجد والوجود عن يمين الاب للابد. في الوقت ده عارف اللي في قلب يهوذا، قلب اسود عمال سرحان هيقبض كام عشان يسلم المسيح. منتهى الحب او حب الى المنتهى، وقصاده خيانة ونكران وجحود بشع. عشان كده يقول قد ألقى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الإسخريوطي أن يسلمه. يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه، خلي بالكم الحتة دي برضه، يضاف إلى كل الأبعاد دي للموقف الجليل ده، محدش يظن ان المسيح هتتسرق حياته ولا هيمسكوه غصب عنه ولا يا عيني قدروا عليه، لا، ده كل ده في ترتيبه، لانه دفع الى يديه كل شيء، هو ملك كل شيء. عشان كده احنا قلنا اكتر من مرة في انجيل يوحنا ان جات اكتر من فرصة يمسكوا اليهود المسيح، لكن يوحنا يعلق ويقول لم تكن الساعة قد اتت، لمجرد ان المسيح مش ناوي يتمسك في الوقت ده ما كانش بديهم فرصة. فإذا ما سيحدث وإن كان بيظهر أن عالم الشر بيتفوق، لا، في الحقيقة دي خطة ربنا، لأن في يد يسوع كل شيء، هو اللي في إيديه كل حاجة، فالكنترول عنده. مهما بانت أنه اليهود غلبوا وانتصروا والمؤامرة كذبت، هذا ده الظاهر بس، لكن في الحقيقة يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع إلى يديه كل شيء، ودي ذكرها إنجيل يوحنا أكثر من مرة لما قال كل مال الآب فهو لي، أعطى الحكم كله للابن، وكل مالي، ده المسيح يقول فهو لك، يعني كل سلطات الآب السماوي الله أعطاها للابن الوحيد. يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء لديه، وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي. برضو الحتة دي مهم، يعني ايه من عند الله خرج؟ لانه طبعا الناس بتوع شهود يهوه وبقايا الاريوسيين يحبوا الحتت دي،
عشان يثبتوا ان المسيح اقل من الاب، وانه كونه خرج من الله او من الاب معناه اله قاعد في السماء بيبعت رسل، فده رسول زي غيره. الحقيقة طبعا الكلام لو اتحط جنب بعضه مش ممكن يطلع المعنى ده. صحيح المسيح ممكن يلقب مرسل او رسول لانه جاي للسائل على الارض، لكن لما يكون هو وابوه السماوي يحملوا كل الصفات ما ينفعش يبقى رسول عادي. لما يكون يحمل كل الصفات الإلهية ما ينفعش أتعامل معه كإنسان أو كنبي عادي. لكن يكونه يأخذ لفظة نبي أو رسول دي ما تمنعش كونه إله، وهو ده اللغز اللي بتقدمه المسيحية واللي بيتعثر فيه غير المسيحيين. فهنا بيقول من عند الله خرج وإلى الله يمضي. خرج هنا في تفسير الآباء الأوائل القديسين أنه زي خروج النور من الشمس. هل تقدر في لحظة تقول الشمس كانت موجودة وكانت من غير نور وبعد شوية طلع منها نور؟ طب ما كانتش شمس في الأول. لكن احنا بنقول على ربنا يسوع نور من نور، إله حق من إله حق. لكن تقدر تقول انه خرج من الشمس او خرج من الآب او ماله؟ ما كلمة من دي خرج من الولادة، الابن مولود من الآب. أيوة مولود، بس مش ولادة بشرية، مش زي ما بيتهمونا الآب اتجوز وخلف. طبعا نطلع متخلفين بالطريقة دي، احنا ما عندناش التفكير ده خالص، ما عندناش هذا الفكر الحسي أبدا. احنا بنتكلم عن إله أعلى جدا من تصور البشر. كنا بنستخدم لفظة للتعبير عن جانب من الحقيقة، ما ناخدهاش بقى كما هي ونحط ربنا تحتها. يعني أنا ابني من صلبي، ابني إنسان زي ما أنا إنسان واخد طبعي الإنساني مني. لكن على مستوى البشر أنا ليا زمان وهو ليه زمان تاني، أنا أكبر منه، ده لأني أنا زمني وهو زمني. لكن عند ربنا الله غير زمني، الله موجود منذ الأزل، والابن مولود من الآب قبل كل الظهور. نفهمها ازاي؟ نور من نور، إله حق من إله حق. كده فهمنا بالحقيقة نؤمن. عشان كده تلاحظوا الآباء عشان يشرحوا الحقيقة عبروا عنها بالطريقة دي، قالوا الابن مولود من الآب قبل كل الظهور. وهذه الولادة ولادة لا تحتاج لزوجة ولا الإنسان، لأن ده طبع إلهي، احنا مش بنتكلم على بشرية. فالمسيح يلقب بلقب ابن الله، ويلقب في نفس اللحظة بلقب الله، زي ما ابني أنا يلقب ابن فلان أو يلقب إنسان. فمين ذا؟ فالمسيح له المجد، إله حقيقي الله، وهو أيضا ابن الله. ولا صعب عليكم تاني؟ نقولها بطريقة تاني. النور اللي داخل علينا في الكنيسة ده، ممكن واحد فينا يقول عليه الله الشمس دخلت الكنيسة؟ ممكن. واحد تاني يقولها بدقة ويقول نور الشمس دخل الكنيسة. ماشي يا سيدي، مفرقتش كتير، الشمس ايه ونورها ايه؟ ما هي الشمس دخلت من خلال نورها. لكن هو احنا عاوزين نقول ان الشمس كلها القرص ده اللي اكبر من الارض الاف وملايين المرات هيدخل الكنيسة بتاعتنا؟ يبقى كلام مش معقول، مش كده؟ فنحن نعبر عن حقيقة لا يمكن التعبير عنها بلفظ بشري، احنا بنتكلم عن الله. يعني لما بعضكم يلاقي الموضوعات دي برضه عالية شوية عن التفكير، ده طبيعي. ليه؟ إذا كنا احنا كبشر لغاية النهاردة مش قادرين نوصف أسرارنا كبشر، أعماقنا كبشر مش بنعرف نعبر عنها. ده الإنسان غويط قوي في مشاعره وفي تفكيره وفي طموحاته في فلسفة حياته في أسراره، لغاية دلوقتي محدش قادر يجيب آخره. ده الإنسان. كم وكم إن تجاسرنا وتكلمنا على الله. عشان كده لازم إحنا بنتكلم عن الثالوث وعن الله الواحد نتكلم وبإحساس من العجز، العجز في التعبير والعجز في الاستيعاب. لكن مش معنى كده كون ربنا قال لي أنا كذا وصفاتي كذا أقول له لا أنت ما تنفعش تبقى كده لأن أنا مش فاهمك. لا، عدم فهمي ما يلغيش طبيعة الله. زي ببساطة واحد يقول أنا فلان، أقول له لا اشمعنى، ليه ما تبقاش علان؟ تقول له هو بيقول أنا كده. احنا ببساطة نقول له أهلا وسهلا تشرفنا،
فربنا بيقدم لنا نفسه. المسيح جه واتكلم عن الاب والابن والروح القدس بالذات في انجيل يوحنا بمنتهى الاستفاضه وبوضوح شديد جدا، عشان ما يرجعش واحد يلغي حكايه الثالوث ويقول لا مفيش حاجه اسمها ثالوث، مفيش حاجه انت كونك عشان مش فاهمها ومش قابلها تلغيها. قول انا مش فاهم، قول انا مش مستوعب، وهتفضل مش مستوعب 100% لان ده اله تقدرش تستوعبه كله. لكن قول له تشرفنا، قول له خلاص اللي تشوفه، ان كنت انت بتقول انك اله واحد مثلث الاقانيم احنا نقبل، نقول لك حاضر. كنت عاوزنا نرسم الصليب نقول بس الاب والابن والروح القدس كاسم واحد، خلاص وماله. ان كنت بتعبر عن الحقيقه باشكال في الخليقه تصويريه محدوده تبسط المعنى هنقبلها برضه، زي الشمس والنور والحراره والحاجات. لكن هذه الاوصاف التصويريه لا تساوي الحقيقه ايكوال يعني، لا طبعا الله اكبر من ده كله وغير محدود. نرجع تاني للكلام، يسوع وهو عالم ان الاب قد دفع كل شيء الى يديه وانه من عند الله خرج والى الله يمضي. ثم هو نفس الله، ايوه طبعا، لكنه مولود من الاب قبل كل الدهور واتى الى العالم في ملء الزمان متجسدا، ولد من العذراء مريم وعاش على الارض ويعود حاملا طبعنا البشري الى الاب مره اخرى. تاني الحته دي، لان اللي انا بقوله ده ملخص المسيحيه. المسيح له المجد، مولود من الاب قبل كل الدهور، قبل ما يكون فينا حد خالص من البشر موجود، هو موجود، المسيح موجود منذ الازل، ولكنه لم يكن انسانا. في لحظه في الزمن هو قررها، اخذ طبعنا البشري، عشان كده نقول الكلمه صار جسدا وحل بيننا. دي خطوه جديده ما كانتش موجود، هو المسيح موجود لكن ما كانش انسان. اخذ جسدا وحل بيننا. الجسد ده هو طبعنا البشري كله، عاش بيه ومات بيه وقام بيه وصعد بيه للسماء، يعني خد طبعنا البشري وحط له مكان في السماء. وبالتالي احنا على حسه وبالانتساب ليه وبالانتماء ليه وبالثبات فيه، يبقى لنا كلنا مصير ايه؟ سماوي عن يمين الاب في المسيح يسوع له المجد. فهنا بيقول يسوع وهو عالم، هو عارف كويس المأمورية اللي عليه، انه جاي على الارض عشان يشيلنا كلنا شيلة كده واحدة ويرجعنا تاني لحضن الاب. عشان كده في قصة الابن الضال، الاباء الاوائل القديسين الكبار احنا صعب نتكلم عنها انها قصة توبة ورجوع الخاطر ربنا، الاباء الاوائل شافوا فيها معنى تاني خالص. قالوا الابن الضال ده هو ادم، هو البشرية كلها اللي اتفصلت عن ابوها بالخطية وهترجع تاني لحضن الاب بالتوبة، بس عن طريق المسيح اللي راح يجيبها ويجي. فاهمين المعنى؟ المسيح جالنا على الارض لان احنا كلنا كنا غرباء عن الله، ما ينفعش نقف قدام ربنا، ما ينفعش نعمل معاه عشرة لان هو قدوس واحنا خطال. المسيح جه خد طبعنا البشري واتحد بيه وجعله طبيعة خاصة بيه ولزق فينا ورجع بينا للاب بعد ما نضفنا من الخطية بموته وقيامته. قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة واتجر به. إيه الطقس اللي بيحصل ده؟ يقولوا عند اليهود ولغاية النهاردة ليلة الفصح يعملوا طقس غريب شوي. كل أسرة كبيرة، العيلة الكبيرة، الجد والجدة والأولاد والشباب والأحفاد، يجتمعوا ويقعدوا منظمين على حسب ترتيبهم في السن وفي القامة وكده. وساعتها يقعدوا يقروا قرايات معينة ويقضوا ساعات يحكوا، وأغلبها بتبقى حكاوي عن عمل الله في الخليقة وعمل الله في خلاص شعب إسرائيل وقت الفصح. وبعدين يدخل أصغر خدام شايل زي طشت مية كده صغير، ويبتدي من كبرهم لصغيرهم يقعد تحت رجلين واحد واحد يغسل رجليهم. اللي هيعمل الشغلانة دي مين؟ أصغر خدام في البيت، كان عندهم نظام الخدم في بعضهم. إما كانش الخدام هيبقى أصغر واحد في الكرامة. وده جزء من الطقس، لازم يعملوا القعدة دي قبل ما ياكلوا، قبل العشاء، والعشاء ده غير الفصح.
لا العشاء ده اسمه عشاء المحبة أو عشاء الحبورة، ليلة العيد، ليلة الفصح، ليلة ذبح الخروف. فوجئوا في اليوم ده، وطبعا دول يهود حافظين الطقس ومتعودين ومنتظرين يدخل الخدام اللي هيشيل المية ويعمل الشغلانة دي. المسيح قام عن العشاء، قام عن العشاء مش يعني لسه كلوا، لكن أن قعدت العشاء وقلع، كانوا بيلبسوا أكتر من طبق كده زي الفلاحين بتوعنا، قلع الجلابية الخارجية كده وفي سروال بيبقى تحتها، وبعدين جاب منشفة ولف وسطه بيها، ثم صب ماء في مغسل، المغسل اللي هو الصحن الكبير اللي هيحطه فيه الماء، وابتدأ يغسل أرجل تلاميذه ويمسحهما بالمنشفة التي كان متذرا بها. يعني هو يغسل رجليهم واحد واحد، وبعدين المنشفة اللي متعلقة في وسطه بينشف بها رجلين واحد واحد. فجاء إلى سمعان بطرس فقال له ذاك: يا سيد أنت تغسل رجلي؟ هو ده بقى اللي إيه؟ يعني مش مقبول عندنا كبشر. المقبول عندنا كبشر إيه؟ إن الصغير يخدم على الكبير، وإنه يعني الأقل قيمة يبقى تحت والأكثر قيمة يبقى فوق. المنظر دلوقتي معكوس، الأعظم قيمة وكرامة هو اللي قاعد تحت، والأقل قيمة هو اللي قاعد فوق، وهنا الصغير هو اللي قاعد فوق والكبير هو اللي بيخدم. منظر مش مقبول عند البشر. فبطرس بيقول له: يا سيد أنت تغسل رجلي؟ ده نوع من التعجب أو الاستنكار. أجاب يسوع وقال له: لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. قال له: بص يا بطرس، مش هتقدر تستوعب اللي أنا بعمله دلوقتي، لكن لما تبقى أسقف وتبقى خادم وتبقى مستعد تغسل رجلين كل الناس عشان يعرفوا سكة ربنا، هتفهم إيه مشاعري في اللحظة دي، هتفهم يعني إيه الحتة اللي فاتت: إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. هتفهم يعني إيه أنا مستعد أعمل أي حاجة في الدنيا عشان توصلوا للسماء معايا. هتفهم يعني إيه الكرامة بتاعتي كإله محب للبشر، إن أنا أخدم البشر مش إن أنا أتسيد عليهم. في معاني مش هتقدر تفهمها في الدنيا، ومش هتقدر تقبلها من البشر لأن البشر ما يستوعبوهاش. دي معاني فيا أنا وفي اللي هيمشي ورايا أنا، فلست تفهم بعد ما أنا أصنع. ده موضوع كبير، ده درس صعب مع بساطة، صعب قبوله. موضوع التواضع ده صعب جدا استيعابه. احنا كبشر كلنا فينا كبرياء، كلنا شايفين نفسنا حاجة، ما عندنا ميت وألف دليل يقول لنا ان احنا ولا حاجة، ومع كده كلنا متكبرين. كل واحد فينا يحاسب على كرامته وعلى ذاته ويصعب عليه نفسه. فهو قال: معلش الدرس ده مش هتفهمه دلوقتي، بس بص عليا كويس عشان ينطبع في ذهنك، لانك في يوم هتفهمه. لست تفهم بعد ما انا اصنع، لست تعلم انت الان ما انا اصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. بطرس باندفاعه المعتاد مش مرتاح لسه، فقال له بطرس: لن تغسل رجلي ابدا. هو بيقول لك: طب اسمع الكلام وهتفهم بعدين. قال له: لا ما يصحش. اجابه يسوع: ان كنت لا اغسلك فليس لك معي نصيب. لا ده الموضوع جات، ده هي مش مجاملات. انا بغسل رجليك بس مش بس عشان اقدم لك درس التواضع، ده انا عاوز افهمك اني انا الوحيد اللي اقدر اغسلك عشان يبقى لك معايا نصيب. هذه اشارة واضحة لفكرة ايه؟ فكرة المعمودية. المسيح لما يغسلنا يبقى لنا نصيب معاه، لكن اي حد تاني يغسلنا او احنا نغسل نفسنا، ده كل ده مفهوش غفران. يعني ايه؟ يعني ممكن الواحد فينا يحاول يصلح غلطاته، طب وبعدين؟ ما خدتش حاجة. ممكن الواحد فينا يحاول يصلح في شخصيته، وبعدين؟ هتصلح في حدود ضيقة جدا. الوحيد اللي يقدر يديك نصيب في السماء هو ربنا يسوع المسيح. الوحيد اللي يقدر يغسلك من خطاياك هو ربنا. فهنا قال له: لا، شوف أنا بعلمك تواضع، لكن في نفس الوقت عاوز أثبت مبدأ: إن لم أغسلك لا يكون لك معي نصيب. دي اللي قالها في يوحنا 3:
إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يعاين ملكوت الله. قال أنا لازم أغسل طبعك، أنت طبعك مشوه، أنا الوحيد اللي لازم أدعكه كده وأطلع منه الخطية والفساد اللي دخل فيه وأطلع نظافته، أطلعه نظيف تاني. عشان كده تلاحظوا إن إحنا اللي يتناول، لأن طبعا الكلام ده كان قبل التناول، لازم يكون مغتسل. مغتسل يعني إيه؟ يعني المعمودية والتوبة، يعني المعمودية كاغتسال. عشان كده مكان المعمودية على باب الكنيسة بره، ما كانش حد يقدر يدخل يتناول غير لما يكون اتعمد، يعني اغتسل، عشان يبقى له نصيب، نصيب في جسد ربنا، نصيب في الحياة الأبدية. والاغتسال بعد كده هيبان معنى التوبة، هتيجي دلوقتي. برضو أرجع للآية اللي قبلها، لأن أحيانا ربنا يعمل معانا مواقف لا نفهمها. أحيانا ربنا يتعامل معانا بمواقف تبدو غريبة، تبدو عجيبة، وأحيانا تبقى مواقف لفوق أو مواقف لتحت. يعني إيه؟ ساعات في مواقف ربنا يكرمك قوي ويبارك لك قوي ويوفقك زيادة، وإنت كده جواك تقول أنا مش فاهم يا رب، أنا بالذات عارف أن أنا مستهلش اللي بيحصل معي، هذا التوفيق ليس له تفسير عندي، أنا لا كويس ولا بمشي معاك ولا برضيك ولا بشغل بيك. طب أنت بتعمل معايا كده ليه؟ فربنا يقول لك لست تفهم بعد ما أنا أصنع، لكنك ستفهم فيما بعد. أو العكس، واحد يلاقي الحكاية غامقة خالص والدنيا كلها مشاكل وكلها تجارب وخبطة ورا التانية، ويقول له رب تعمل معايا كده ليه؟ وتلاقوا إجابة المسيح أنت لا تفهم بعد ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. إذن السيد المسيح في تعامله معانا أحيانا يسلك سلوك بدون تفسير، يعمل معانا حاجة من غير ما يستأذننا، أو يعمل معانا حاجة ما نفهمهاش للوهلة الأولى، ما نستوعبهاش، إما لأننا عميان أو متكبرين فمش فاهمين طريقته، أو لأننا ما عندناش التسليم لإرادته الكافي، أو لأننا بنفكر بطريقة بشرية جدا وزمنية جدا فمش قادرين نستوعب خطته الكاملة ونظرته للأبدية. حاجات كتيرة تخلينا نتعطل إن احنا نفهم اللي بيعمله ربنا، لكن هو وعد إنه فيما بعد هتفهم، وفيما بعد دي من يوم واحد لآخر يوم في حياتك أو بعد حياتك. يعني أنا بعتقد إن في أمور كتيرة مش هنفهمها حتى على الأرض، وإن الفهم الكامل لما كان يحدث لنا على الأرض من مشاكل وتجارب وأفراح وأحزان لن نعيه تماما إلا في السماء فيما بعد. فيما بعد تقعد كده جنب ربنا في السماء ويفرجك على الشريط، يعني ده طبعا مش بحرفية، يعني يقول لك خدت بالك بقى في السنة الفلانية حصلت المشكلة ليه؟ تقول له فهمت، عشان بعد 20 سنة وانت صغير حصل لك ايه، او من غير دي كنت هتفضل بعيد عني طول العمر. ويبتدي ربنا يعني كأنه يحكلنا ما كان يصنع بنا يوما فيوما من طفولتنا الى نهاية حياتنا. ده مش هتفهمه بالسهل الدرس ده، انت لست تفهم بعد ما انا اصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. اهو بقى اللي بيحب ربنا وبيسلم له يقول له اعمل براحتك، انت اللي عارف بتعمل ايه وعارف اول القصة من اخرها، براحتك انا مش هفرق. لكن اوعى تعمل زي بطرس يقولك لا مش فاهم يبقى مش همد رجلي. حاسب فاهمين بطرس كان عاوز ايه؟ عاوز يفهم الاول عشان يمد رجلي. قال له لا، لو هتقفش وهتمشي دماغك لن يكون لك معي نصيب، مد رجلك واسمع الكلام وخلي الفهم بعدين. اللي هي حتة التسليم والايمان والبساطة في التعامل مع الله. قال له إن لم أغسلك لا يكون لك معي نصيب. بطرس خاف من الكلمة طبعا. يمكن بطرس لغاية اللحظة دي فاكر كلمة نصيب بمعنى إيه؟ هم التلاميذ عشمانين في ملك أرضي لسه، وأخوهم على قدهم في الوقت ده، وشايفين قبلها بثلاث أربع أيام يوم حد الزعف زفة بآلاف مؤلفة بتهتف بالمسيح. معنى كده إن مراكزهم عليت قوي، المسيح ده يقعد ملك ويحط ال 12 وزراء، فادي النصيب اللي هو عينه عليه. قال له لا اغسلني قوي بس يبقى لي معاك نصيب، هضيع الوزاره.
طبعا هو المسيح بيتكلم عن نصيب آخر، نصيب أبدي، نصيب يبقى عضو في جسد المسيح، نصيب في الملكوت، نصيب من الله خرجت إلى الله أمضي، نرجع للسماء تاني. فبيتكلم أن الاغتسال ده طريق الرجوع للأبدي. قال له سمعان بطرس: يا سيد. قال له: لا لا، نصيب إيه؟ ليس رجلي فقط بل أيضا يدي ورأسي. يعني قال له: لا، أنا ما أقصدش، حميني من فوق لتحت لو عاوز، اللي أنت عاوزه، أنا ما أقصدش أقول لك لا، أنا مستكتر بس. فهنا السيد المسيح قال تعبير مهم، قال له يسوع: الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه، بل هو طاهر كله وأنتم طاهرون، ولكن ليس كلكم. ليس كلكم دي إيه؟ دي بتاعت يهوذا. ليه؟ التلاميذ لغاية الوقت ده ما كانوش طاهرين بالمعنى يعني الكامل. ما احنا لسه بنقول بطرس يمكن كل اللي فهمه انه عينه على الارض، وبعدها بساعات بطرس ده نفسه هيعمل ايه؟ هينكر المسيح. طب يا رب بتقول عليه طاهر ازاي؟ طاهر ازاي؟ ده لسه قلبه مليان شهوات العالم، ولسه بيخاف من الناس، ولسه في خطايا كتير. لكن المسيح في اتضاعه يقول كلكم طاهرين، كلكم حلوين، فيش غير واحد. طب ايه فرق بطرس عن يهوذا؟ ايه فرق كل التلاميذ اللي هيخافوا زي يعني زي البشر الضعفاء ويهربوا من بطرس من يهوذا اللي خانوا؟ لا، في فرق. في فرق ان بطرس والتلاميذ انكروا او هربوا عن ضعف وعن عجز، لكن بيحبوا ربنا ونفسهم يمشوا صح. دول في نظر الله محب البشر طاهرين. هنشجعكم بالكلمتين دول. لكن يهوذا غير طاهر. ليه؟ لأن القلب غير طاهر. مش مسألة الجريمة اللي عملها، قلبه وحش، قلبه بيكره المسيح، قلبه بيبيع المسيح، المسيح بالنسبة له ما يسواش 30 فضة. بطرس بيحب، ويوحنا بيحب، ويعقوب بيحبه، وكلهم هيخافوا ويجروا، معلش. لكن في نظر المسيح في ليلة صليبه بيقول لهم أنتوا طاهرين. يمكن دي تشجعنا ليه؟ إن كنا نحب الله ببساطة، عاوزين نمشي مع ربنا، عاوزين نكمل حياتنا وندخل السماء، ينظر إلينا بعين الرحمة ويقول أنتوا طاهرين، لكن محتاجين تغسلوا رجليكم. هنفهم يعني إيه؟ لكن لما يلاقي واحد قلبه مقفول خالص، عشان كده يقول الشيطان قد ألقى في قلب يهوذا، ما بقاش قلبه بتاع ربنا، بقى قلبه بتاع الشيطان، ده موضوع تاني. دي حاجة وحشة قوي. أن يسلمه ويبيع المسيح. قال لا، ده مش طاهر. ده مش طاهر. طب إيه حكاية غسل الرجلين بقى؟ قال أنتوا طاهرين لكن ليكوا حاجة إلى غسل رجليكم. لما يكون الواحد يعني سوري في التشبيه البسيط، يكون مستحمي ويمشي شوية، رجليه تتوسخ بالتراب، هيرجع يستحمى تاني؟ هيرجع يغسل رجليه. هو ده المعنى اللي المسيح بيقدمه لنا في الكنيسة. المسيح بصليبه وفدائه نظف الطبع البشري. والحكاية دي الاغتسال الأول ده بناخده في المعمودية، بنموت مع المسيح سرا ونقوم معاه، فنطلع من هذا الحمام، من هذا الاغتسال الأول، مغسولين تماما من الخطية، طبيعتنا نطفت أطهار. وإحنا ماشيين في الدنيا بعد الطهارة اللي خدناها في المعمودية رجلنا هتتوسخ. يعني ايه؟ يعني هنتوسخ بتراب الدنيا، تيجي افكار وحشة تدخل، ولغة وحشة تدخل، واحقاد واطماع وكلمات بطالة وشهوات ارضية. يقول له رب ارجع حمينا تاني، يقول لا لا، الذي اغتسل اولا ليست له حاجة الا الى غسل رجليه. يعني ليه ما بنتعمدش كل ما نيجي الكنيسة نقول لا يا جماعة اللي تعمدوا يغسلوا رجليهم بس، يغسلوا رجليهم يعني ايه؟ يعني يتوبوا، يحافظوا على المعمودية اللي خدوها بالتوبة، يكملوا عمل المعمودية اللي خدوه في اول حياتهم بالحفاظ على توبة مستمرة. عشان كده التوبة تفضل معانا من اول يوم المعمودية لاخر يوم في العمر، تجدد عمل المعمودية، ترجع تنظفنا تاني. لكن مش محتاجين نتنظف كلنا ليه؟ من راسنا لرجلينا،
لأننا قد اغتسلنا أولا، لأننا في نظر المسيح أطهار والروح القدس لسه ساكن فينا. طب ده أنا بشت، طب ده أنا بكذب، طب ده أنا لسه قلبي مش نظيف تجاه بعض الناس. المسيح يقول لك معلش معلش، نغسل رجليك، ننظفك، تتوب، تقاوم الحاجات، تنظف الحاجات اللي جاية من بره، لكن انت كطبع بشري من جوه انا نظفتك قبل كده، انا غسلتك بالكامل. فالذي اغتسل اولا ليست له حاجة الا هو له حاجة بس الى غسل رجلين. فنحن جميعا كناس امنا بربنا وتعمدنا ليست لنا حاجة الا الى غسل رجلين اللي هي عمل التوبة المستمر. نرجع دايما ونقول له يا رب اغسلني، نظفني، انا مش طايق التراب اللي علي ده، مش ماشي مع طبيعي، لما بكره بتخنق ما بحسش ان انا طبيعي، لما بقول كلام وحش بلاقي قلبي متكهرب كده ومش مرتاح، لما بكذب بحس ان انا غريب عنك ومش شايفك. ليه؟ لانه انا طبعي نظيف، انا طبعي الجديد طبع حلو، المولود من الاب، المولود من الله لا يخطئ، يقول كده يوحنا. يعني ايه لا يخطئ؟ طب ما احنا كلنا بنغلط، يعني ما يرتاحش في الخطيه ابدا. احنا كمسيحيين خدنا الروح القدس والروح القدس ساكن فينا، صدقوني لا يمكن نرتاح للخطيه مهما عشنا في الغلط، لا يمكن الغلط يريحنا. ليه؟ احنا متبرمجين برمجه مختلفه، نحن اطهار، وان فقدنا الطهاره نفقد معها طعم كل حاجه حلوه. فبيقول أنتم طاهرون ولكن ليس كلكم، لأنه عرف مسلمه، مسلمه يعني الشخص اللي بيعمل المؤامرة عليه، لذلك قال لستم كلكم طاهرين. تلاحظوا ان احنا عشان نفتكر هذا المعنى، الكنيسة بتعمل طقس غسيل الأرجل، بتوقف لنا كبير الكهنة أو الكاهن أو البطرك الممثل للمسيح له المجد، اللي هو امتداد حضور المسيح وسطينا، تقعده على الارض قدامنا وتخليه يتزر بمئزرة بمنشفة ويجيب طبق في مية، والمفروض يعدي يغسل رجلين الشعب كله. الحق اللي طقس ده بيتعمل في خميس العهد اللي هو في نفس اللحظات اللي المسيح عمل فيها كده، وايضا بيتعمل في عيد الرسل. ليه عيد الرسل؟ عيد الرسل اللي هو عيد استشهاد بطرس وبولس. في الاحتفال بذكرى الرسل نفتكر أهم درس استلموه الرسل، وأهم درس استلموه الرسل هو الدرس الأخير ليلة صليب ربنا يسوع المسيح. والدرس ده كان درس عملي، مرضاش يقول وعظ عادية، قعد تحت رجليهم وغسل رجليهم، وبعد كده لبس وقعد وابتدى يحكي لهم الدرس معناه ايه. فكأننا في كل عيد رسل نراجع أهم درس كرعاة أو كخدام ماشيين ورا المسيح، إن إحنا وإحنا بنخدم الناس بنخدمهم مش من فوق رأسهم، من تحت رجليهم. فرق كبير قوي. إحنا حين نخدم الناس المسيحيين وغير المسيحيين مش بنخدمهم بسلطة وتعظم وكبرياء، وإنما بنخدمهم زي ما المسيح خدمنا من تحت رجليهم. نحن نقدم لهم حب ونقدم لهم خدمة ونقدم لهم كل حياتنا، يقبلوها أو ما يقبلوهاش. هو ده الفكر المسيحي، هو ده المنهج المسيحي. مش الشاطر اللي يبقى فوق، الشاطر في المسيحية اللي يخدم على الناس كلها. ده المعنى العجيب اللي المسيح حب يوضحه ويوصله للتلاميذ في الليلة دي. سهل قوي تبقى كبير وكل الناس تمدحك وكل الناس تخاف منك وكل الناس تقدرك وكل الناس تعمل لك ميت خاطر وكل الناس تتحاشاك، لكن الأصعب والأهم انك تخدم كل الناس وتريح كل الناس وتيجي على نفسك بدل المرة مئات وآلاف المرات. ساعتها هتكسب الناس وهيحبوك الناس، والأهم من ده إنك هتقدر توصلهم لربنا. فالخدمة الدرس اللي اتعلموه التلاميذ، هم خدوا دروس كتير قوي وعملوا معجزات وخرجوا شياطين وحضروا وعظات وتحركوا مع المسيح آلاف المرات. من كل الدروس دي
ما اهتمش غير بالدرس ده في الليلة دي. في ليلة وداعه قال لهم هنراجع حاجة مهمة وهنعملها عملي، واوعوا تنسوا وانا مش ناسي، ده المسيح له المجد، ان انا الاله الذي في يدي كل شيء، لكن ده مش هيعطلني ان انا اقعد تحت رجليك واغسل رجليكم. فكم وكم بنا نحن البشر، يعني كان ربنا له كل المجد، لم يستنكر ان يخدمنا ويغسل ارجلنا. احنا بنستكتر ليه نغسل رجلين بعض؟ مقصود بيها معناها الروحي، بنستكتر ليه نسامح بعض؟ بنستكتر ليه نحتمل بعض؟ بنستكتر ليه نخدم على بعض؟ بنستكتر ليه نهان احيانا او نحتقر احيانا؟ ان كان المسيح له المجد احتمل ده كل، ايه الجديد يعني؟ لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين. ناخد آية هتلاقوا آية ولا لا؟ نقول الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه بل هو طاهر كله. نقولها بالراحة كده، الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه بل هو طاهر كله. كما مر، الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجلين بل هو طاهر كله.